حقيقة طبعا النهارده زي ما انت قلتي النادي الاهلي دايما، يعني لما بنتكلم عن النادي الاهلي ما نتكلمش على الكوره بس، في موضوعات مهمه كتيره جدا، ويمكن النهارده كان في حدث كبير ومهم يعني عنده دلاله من جديد، وكل النادي كل يوم النادي الاهلي بيثبت انه في حته تانية خالص. النهارده دور الاهلي المجتمع الكبير، اقتناع مجلس الاداره بقياده طبعا الكابتن محمود الخطيب بالدور الكبير اللي بيلعبه النادي الاهلي في كمان عمليه التعليم في حياه الشعوب. النهارده النادي الاهلي عمل مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل المشروع التعليمي المشترك ما بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه، ضمن طبعا الدور زي ما بقول لحضراتكم المجتمع اللي بيقوم به النادي الاهلي وقناعات مجلس اداره النادي الاهلي باهميه التعليم ودوره المؤثر في مواكبه كل التطورات العالميه. النهارده ان النادي الاهلي يمكن يعني كمان ده من ضمن زي ما بقول الدور اللي بيقوم به النادي الاهلي بشكل اكتر من رائع، بس مش على سبيل الرياضه، كمان على سبيل الخدمه المجتمعيه. النهارده الحقيقه النادي الاهلي بيشمل طبعا محتوى البرنامج التعليمي في شهاده الاهلي الرياضيه وفقا لبروتوكول الموقع ما بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه. تتعهد مواد كتيره جدا تشمل التسويق والرعايه الرياضيه واللوائح، تنظيم الاحداث الرياضيه، علم النفس والاخلاق الرياضيه، ودي هتكون مده الدراسه في 30 ساعه بمعدل 3 ساعات مرتين في الاسبوع على مدار 6 اسابيع. ده كل ده في اطار الالتزام بنظام التعليم طبعا عن بعد، وان شاء الله هتكون هناك زيارات ومعايشات للدارسين في النادي الاهلي وداخل اداراته المختلفه. النهارده الكابتن محمود الخطيب بيتكلم عن المشروع ده باستفاضه، وكمان اتكلم رئيس الجامعه الامريكيه فرانسيس ريتشدوني عشان نعرف اكتر، لان النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم يعني دور اكتر من رائع، وكل يوم النادي الاهلي بصراحه بيقدم دور مجتمع جديد، وده المهم ان النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا جدا، مش على المستوى الرياضي بس، كمان على مستوى الخدمه الاجتماعيه او الخدمه اللي بيقدمها النادي الاهلي للمجتمع. النهارده بروتوكول رائع ما بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه، قرارات كتيره جدا جدا، كلنا فخورين بهذا المجهود الرائع اللي بيقوم به مجلس اداره النادي الاهلي، مش بس في ملف كره القدم اللي احنا برضو سعداء بيه، لكن على المستوى المجتمع.